الله هيك يا رب يرجعنا بلادنا بخير وسلامة. عندي كم معمل بحلب. نحن على كل حال نحن بلاد العربي أوطاني، من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. الحمد لله نحن كلياتنا الله يجعل على الإيمان شعب الإسلام الله يحمي كله. دليل نسائي. السلام عليكم. السلام. أهلا فيكم في كل العرب. شرفت اسطنبول. انا من سوريا نازح يعني مثل ما بقولوا. الله هيك يا رب يرجعنا بلادنا بخير وسلامة ان شاء الله. انا هون عندي كم معمل بحلب، اشتغل مسك الطهارة ومسكرة وبودرة وحمرة. الحمد لله صار الذي صار وانكتب علينا هيك الحمد لله. انا مقيم في اسطنبول وبشتغل مسك الطهارة وشبه ايه، والحمد لله رب العالمين عايشين ومبسوطين وعين الله علينا الحمد لله. والحمد لله عندي زبونات فلسطين مغرب عراق يعني من كل دول العربية على راسي كله أهلنا شرفتونا وميت السلامة. يوجد لدينا شابة عالي الجودة ثابت ثلاثة أيام معروفة يعني الحمد لله أقبال كويس، وعنا كمان تقومت صلاة كمان شغلي أمطاط وحجابات وغطى صلاة الحمد لله. ايش بلزمكم زورونا نحن موجودين في اسطنبول. واهلا وسهلا فيكم وشكرا لكم وعلى راسي. وبطلع لك انت كمان شب ببلاش. الله يخليك. خلص ما تاكل هم من ناحية السعر. لا لا بدنا نعرف الناس يعرفوا. انا ببيع ب 150 نهايته، واللي مشهور على اليوتيوبر وبيجي عن طريق هند او عن طريق قناتك اهلا وسهلا فيهم وان شاء الله بنسوي لهم سعر. وهي الشابه طبعا بعده روايح موجود شابه ومسك الطهاره بثابته ثلاثه ايام. هي ثابته ثلاثه ايام بقى هي مثل ما بقولوا دعايتنا على قده الحمد لله. بس الحمد لله في اقبال كويس من اهلنا العرب كله. تفضل. لا بيت نسائي. نسائي. عاوز سيدي. إذا أعطيك ريحة المسك. مسك. أعطيني مسك نسائي. إيه. سير كمان اترك كذا. هاي تنحط تحت الأباط ثابتة ها، مو كل يوم يحط منها، كل ثلاثة أيام حسب الحمام. لا ناخذ هذه الكارت فيزيت ديالو اللي بغيت تتصل به، عنده الواتساب عنده. بارك الله فيك.